الجو عندك محمد الحربي جميل بعمان، حلو الطقس اليوم. اليوم 14 على ما اعرف، كثير حلو، ربيعي ربيعي. ابراهيم سعدات معنا دائره الارصاد الجويه، يحكي لنا اكثر عن الحاله الجويه المتوقعه في الايام القادمه. استاذ ابراهيم صباح الخير. الله يصبحك بالخير، اهلا بالسمر. هلا بيك، الله يسعدك. احنا مبسوطين، الطقس ربيعي اليوم، كثير ناس بلشت تنزل صور لزهر اللوز والربيع في الاردن. امبارح كثير كانوا الناس طالعين رحلات، ماخذين اولادهم وعائلاتهم ورايحين رحلات ربيعيه. هل هذا يعني انه خلاص احنا يعني قربنا تستقر درجات الحراره وترتفع، ولا في شيء قادم له علاقه بالبرد؟ نعم، صباح الخير لحضرتك واختنا دعاء وجميع المشاهدين الكرام. يعني نعم، احنا بالمناطق الجنوبيه والجنوبيه الشرقيه والوسطى اجمالا الاجواء غالبا مشمسه، لكن تدريجيا راح نلاحظ مع ساعات النهار تواجد لبعض الغيوم على ارتفاعات مختلفه في المناطق الشماليه والشرقيه وايضا اجزاء من المناطق الوسطى، وايضا في عندنا فرصه ضعيفه لسقوط امطار خفيفه متفرقه اليوم خلال ساعات النهار في المناطق الشماليه والشرقيه من المملكه في اجزاء محدوده، ولكن الفرصه موجوده ورياح خفيفه السرعه متغير الاتجاه. بالليل طبعا اجواء بشكل عام بارده في مختلف المناطق، ادفأ قليلا في الاغوار والعقبه، وبيستمر عندنا ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفه، وبيظل في عندنا فرصه في المناطق الشرقيه لهطول امطار خفيفه بشكل متفرق على فترات، والرياح بالليل تكون جنوبيه شرقيه معتدله السرعه. اليوم حراره عظمى في عمان 15 مئويه، بالليل تنزل الصغرى 7 درجات مئويه، في المرتفعات العاليه 11 الى 5، وفي الاغوار والعقبه بمعدل 23 درجه مئويه العظمى والصغرى 12 درجه مئويه. بالنسبه لسؤال حضرتك انه الان احنا هل انتهى الامر وربعت الدنيا وخلص؟ لا، احنا الان بنحكي عن 23 شباط، لا زال عندنا حوالي بنحكي تقريبا شهر زمان حتى ينتهي فصل الشتاء رسميا، وبالتالي بضل في عندنا فرصه قدوم المزيد من المنخفضات الجويه وارد بما يحتوي من كل المعطيات الجويه، قد تكون ترافق المنخفضات الجويه اللي قد تاتي من هون حتى نهايه فصل الشتاء بمشيئه الله تعالى. غدا وبعد غد طبعا في ارتفاع قليل وتدريج على درجات الحراره، بحيث تسجل غدا حوالي 3 درجات اعلى من اليوم في مختلف المناطق، وخلال ساعات الليل الاحد على اثنين في عندنا فرصه ان يكون هناك امطار خفيفه متفرقه في المناطق الجنوبيه من المملكه، ويوم الاثنين ايضا هناك ارتفاع 3 درجات مئويه اخرى، وتكون عندنا في هاي الحاله يوم الاثنين الحراره اعلى من معدلات الطبيعيه بحوالي 5 درجات مئويه، وبيكون عندنا مع ساعات الليل في مختلف المناطق قد يكون هناك زخات مطريه ليله الاثنين على الثلاثاء، الرياح بتكون يوم الاثنين فيها نشاط واثاره للغبار في العديد من المناطق لكن خاصه في المناطق الصحراويه، الثلاثاء بترجع تنخفض درجات الحراره بترجع تقريبا مثل اليوم بشكل عام، بيظهر غيوم متفرقه على ارتفاعات مختلفه، لكن مع ساعات ليله الثلاثاء على الاربعاء بنبلش نتاثر بمقدمه لامتداد منخفض جوي، وتتهيأ الفرصه لهطول امطار خفيفه في المناطق الشماليه والوسطى من المملكه، ممكن بعد ساعات ما بعد منتصف الثلاثاء على الاربعاء لمنتصف الليل، انه تشمل الهطولات المطريه اجزاء من المناطق الشرقيه والجنوبيه الغربيه، ويوم الثلاثاء في عندنا نشاط ايضا في الرياح واثاره الغبار في العديد من المناطق، ممكن يعمل على تدني مدار الافقيه في المناطق الصحراويه والله اعلم، وبالتالي نتوقع مع نهايه الاسبوع يعني ما بعد يوم الثلاثاء انه هناك عندنا حقيقه تاثير لامتداد منخفض جوي، نسال الله ان يكون مع امطار خير باذن الله. اذا مهندس ابراهيم سعدات مدير قسم التنبؤات الجويه في دائره الارصاد الجويه، شكرا لك. مشاهدينا اكيد راح نبلش نحن وياكم، بس بالبدايه خلينا نستعرض ماذا تحتوي حلقتنا اليوم من فقرات اعدها فريق الاعداد، وشكر اكيد لمعده حلقتنا اليوم مي نسور. البدايه مشاهدينا راح تكون مع الرياضه والنشاط كالعاده، عودناكم نبلش هيك بشويه حيويه ونشاط مع فقره تم تسجيلها مسبقا لفريق العمل بالتحديد للمخ مخرج جمعة صمادي، مخرجنا أيضا مخرج حلقتنا لليوم مع الكابتن مجدي طه، اليوم راح نشوفها بتقرير أو فقرة مسجلة. نعم.